بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والاه وبعد. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. مبارك علينا وعليكم حلول هذا الشهر، شهر رمضان المبارك والمبارك المبارك حيث نزل فيه القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي يعيد بناء الأمة من جديد، وذلك بصيام قيام النهار وقيام ليله. هذا الشهر الذي تستنهض فيه الأمة باستقبال بمناسبة نزول القرآن الكريم ووصل الأرض بالسماء. وهذا الشهر حيث يعني يصوم المسلمون نهاره ويقومون ليله. نعم، فالصائم تال للقرآن والقائم تال للقرآن، ولكن الصائم تال للقرآن بصمت والقائم تال للقرآن بصوت، وكل منهما قارئ للقرآن الكريم. إذن هذا هو شهر الصيام، شهر رمضان، تعاد فيه بناء الأمة من جديد، حيث تهذب النفوس وتطهر النفوس، تطهر النفوس كي يعيش المؤمن طاهرا جسدا وروحا، طاهرا جسدا وروحا. وما أجمل الطهارة في شهر الطهارة. نعم، إنه الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، ومن هنا كان بكل العالم الإسلامي يقوم ليله ويصوم نهاره احتفاء بإعادة أو بمناسبة هبوط هذا الوحي علينا، على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم، من هنا كان هذا الصوم، وما أمتعه للصائمين أن تكون مع الله، العبادة الصامتة. نعم، يعبد الله بصمت كما يعبد بالكلام، يعبد بالفعل كما يعبد بالقول. أيها الإخوة الأخوات، مبارك علينا وعليكم هذا الشهر، ونرجو أن نعطي حقه، وهو الحفاظ على أداء هذه الشعيرة، وهو الصوم لمن استطاع إليه، ومن كان معذورا فمن الأدب ألا يأكل أمام الناس ولا يشرب أمام الناس، بل ينبغي أن يخفي طعامه وشرابه عن عيون الناس احتراما لمشاعر الصائمين، لأنه إذا أكل أو شرب والله هو حزين لأنه ليس مع الصائمين، ولذلك ينحسر. ومع الصوم صلاة، مع الصوم صدقة، ومع الصوم ذكر، ومع الصوم تلاوة القرآن الكريم. نعم، ما أمتع التلاوة للصائم، ما أمتع قراءة القرآن للصائمين، لأنك تقرأه بطهارتين، طهارة الروح وطهارة الجسد. ونحن وإياكم مع هذا الشهر المبارك، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يبارك لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.